نصناطي، هذه الجزائر قيل بيا نصناطي ودعون العالم كل باش معاونين باش تزربن الاعمار من غزه. نعم نعم، ويا هذا الخبر يا يحلى، لكن امير الفلسطينيين قارن يعني ما في العرب ديما تعاون غزه غير يصور داين قارن تتشن المساعدات، لكن ما هبذاها الحرب غير سن مواقف مخزيه، مواقف ماشي ذي مشرفن قارن يعني اكد اكد ويا السلويه اليهود بنيامين نتنياهو قارن ميران ماشي وفق الحرب هي ماشي وحدك وفق الحرب اذا التحالف العربي امير العباد الا نقارن باللي حماسيه انتحر حماسيه هو ذفغر النفق مظلم حماسيه يعني هلا تذي اذ المدنيين هي ونهنين قيم ذي مكانشت امير خصنا ذفع لي صور داي قارن ويا ماغف يقين موخ المواقف زاد اذا الحرب قارن مواقف مخزيه مواقف سلبيه امير خصنا خلقت هذو شنو صور داي انت راي ان كان والله استاذ عثمان ربما المعركه في الكاروثيه من غزه إيه؟ ربما تدي دي امس كناري الحكام الوعراب يعني سمعتيه لي في الحقيقه نسل زي كل ذنو دائم يعني ماشي بصراحه وانما المرفيات سرقني المرفيات المعركه من غزه سرقيهني بالواقع وسمعتيه يعني الشعوب نسل باللي الحكام يا اذن اليهود لان ذيك صغبار نميره ويقيم شو صغبار وبان طيب يعني يا يعني ترى المواقف ميرا ان المجتمع المدني يعني تتليق في الاحزاب هي في الجمعيات هي تتليق في الاحرار هي في الناشطين السياسيين هي يعني ترى خصنا يعني سهم من اعاده الاعمار هي مش شيء يعني من طريق فنس يعني من طريق فنس يعني والله ما الى من الجزائر يعني بذن كل الجمعيات كل المجتمع المدني يعني بذن تشخن في المشاريع اللانية إلى نشنين ثلاث ناطي باللي لا تحرك ذي الولايات مباسنت ربما خصنا نطرحن المشاريع لإعادة التأهيل وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه يعني ذي غزة أي مليح ما تفعل اللان يا اللان مكشان سلاية مصطيف خصنا بنان ثانوية في غزة يا اللان ينزير بذان الله أعلم ينزير بذان وقيرن مليح غرس المشاريع لاعمار غزه هي يعني المجتمع المدني للجمعيات يعني. ايه متى في القوافل هي يعني جاي لاباس الجزائريين خصنا نروح غير غزه يعني يعني ترى اذوفن يعني الـ 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 الامور يعني سهل غادي ذي مصر باش نروح غير رفح واذا عندنا غير غزه. نظن بدان الاتصالات مثل بالك سمانت عداني من السفاره لمصر باش تسمح هذا وين القوافل باش عندنا غير غزه ويظهر لي خاصني تسمح للمرفيات داني يحبس الحرب. اميرة سي عبد الحميد نولى قيغر الاتفاقيه اللي جنيث فلسطينيين اذن اسرائيل العباد اميرة قارن بلي اسرائيل يعني تا معروف ذوي الدين النغبر يتقي قلم يقارن ما التاريخ ان اليهودي قارن ما اللي العباد يا وتفنش في الوعود نسن اذ ولا اذ شن اول اسا اذ ولا اذ ولا ولا نسني يعني اذ راينك اسرائيل تكمل المفاوضات هي خاصة يقول عاد ويور واد ولا ذو ثلاين في الأسرة هي هذا ولا في المطار ذو حكاين في المطار هي ذو حكاين في الميناء يا ترى لا الضمانات غير فلسطينيين باش تولد إسرائيل وتوشى الحقوقية الفلسطينيين أستاذ عثمان يعني العباد كل سنة ميرال المعركة في الكاروث من غزة ماشية من الحروب عدان صح المعركة اللي أنت جاها 5 مليون يعني نوداين سكنين دون تمور ذي الملاجئ تروح الأموال نسم تروح الحياة نسم تروح وذين يعني نقدر نتقبل شيء يعني باش الحكومة نسم تكمل ديال الحرب وذين بعد نهنين بعد وذين الشعوب نسم نهنين جب نهنين سنين مكش تكمل الحكومة نسم وبالتالي الحكومة نسم ماشي أنت تخصنا تكمل المفاوضات وإنما بالسيف لا تكمل المفاوضات بظروفها ولكن اكيد يعني بعد عام عامين ثلاثه يمكن هذ ولا نفاوض نسن وسيا يعني في فلسطينيين ما الا سعد العوامي يقول هذا قدر ما يلقاو من اما الا حتى يعني تون وعدان ربما اليهود هذ ولا واش نقبلناش المفاوضات. الصناتي خالد مشعلي اللي تثلاي سي الدوحه العاصمه قطر سقساني قاري ناس يا ترى لاش غيركم قيم الضمانات باش تولد اسرائيل من دار جديد غير المفاوضات توش الحقوقيه انكم سي المطار ذا الميناء ذا الاسرى والحوايج تي شي قارب اللي نشيلو نغرغش الضمانات ولا الضمانت ام قرنت غير نغذ المقاومه ما اسرائيل قبل ما الحقوقيه انك اهلا وسهلا ما قرر راح نشيل الدوله غير المقاومه. والله استاذ عثمان يعني خالد مشعل هنيه يا دي سنه 90
في سنة 90 لان 23 سنة 24 سنة بين عمر نصن هنينا بيجين هنينا بيجين ثورة الحجارة يعني ايه انتفاضة يس ايه الانتفاضة الحجارة وينا بيجين ثورة التواريخ يعني يعني مول غير سلسل الحل الاخر وبالتالي هني نسن المقاومة نسن ما تتقدرس للتوي يعني الحل الحل غير سن ضمانه ثي اللي تثلي في اللاسني ميرا قال الحموم المتحده بانكي مونيا تثلي في الاتحاد الاوروبي الهيئات الدوليه ماشي ضمان تم قرانت يعني مش على يخساد ديني باللي الضمان تم قرانت غير نغنشنين ماشي الاتحاد الاوروبي الهيئات الدوليه الضمان تم قرانت هي المقاومه ما خصمتوش الحقوق اهلا وسهلا ما غرقتش الدول لاي ميرا غير المقاومه هذا هو النسيان ضمان أوكران تاس الوحدة الفلسطينية ضمان أوكران والتسليم لديك المقاومة خطاش مثلا الوحدة الفلسطينية وذين غرس نخبره تنجمش موليش الوحدة الفلسطينية المقاومة تنجمش وحس المقاومة نغزة وحس وتنجمش لازم المقاومة نظفة لا لا الصحة ولا انك خطر اميرة غزة اميرة حماس ماشي تم مسؤولة في غزة في القطاعية اميرة هلاها الحكومة حكومة وحدة وطنية نتثت مسؤولة في اعادة الاعمار مسؤولة في المرحلة اللي هدفيت اميرة غزة ذوية الاثليث انك ممكن في الوحدة التاير المسؤوليه اللي فلسطيني انا دنيجين الحكومه الوحده الوطنيه اما لازم يا اما ادوكين للمفاوضات في الاستقلال يا اما ادكن الانتفاضه دي الضفه الغربيه والغرس مش الحليش صح كمان هنين برهن النميره ذي المفاوضه ثي برهن وشين اول يحلى ذي الاتفاقيه ثي ذي المفاوضه ثي لان كل يعني مثل ما قرن شين ذي العربيه على قلب رجل واحد اهبابا ينفتح اهبابا للجهاد اهبابا حماس اهبابا الجبهه الشعبيه كتيبه ابو علي اهبابا محمود عباس كلهم لان ذي الراي اشت الفكر ثيشت وجهة نظر إيشت يعني وليش ذا الموزيك لان كل فيلق وكل كاتبة عندها رأي واحد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أذرنين المرفيات شرك المقاومة ذي المفاوضات الاستقلال ما شريكنش المقاومة وذي تغيش غرصن لقدر باش تفاوضن وذين نعم نعم بارك الله فيك سي عبد الحميد الشكر ذا مقرن لك سي عبد الحميد شيبة النشط الميداني الذي نسنق سيباتنا نروح يميرا غير الفاصل فاصل قصير وذنول عبد السلام
نرحب بكم ورعاد انتو ثلاي في غزه في التداعياتين غزه في الحرب يعني غزه الاثاره يعني الحرب اميره غزه بعد 51 يوم الان غزه تدخل مرحله جديده قاري ناس مرحله تداعيات الحرب مرحله اثار الحرب مكشا اتيجي اميره غزه في عباديا لن تعانان ذي المشكله مقرار مشكله النزوحيه 500 الف نازح وغرسنش من هذه السكن إميرة قيم ذي المدارسية والعاد نشين تسلط الظروف القضية ثية أن المرحلة ثية المرحل ثية لن وثفيت إميرة غزة أنه ثلا إذن سي محمد رحبا سي محمد وعبد الله وأبو حمد عبد الله مرحبا يسك أبو حمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله متى القراءة فنك الحربية مش هذا الحرب الأولى مش الحرب الثانية ثية الحرب الثالثة في غزة مكشا يعني القراءة فنك الحربية مكشا غزة إميرة هوذف هل خلاص الحرب الآن انتهت هذوف من المرحلة التجديد قريبا مرحلة تداعيات الحرب أنا ما كنتش كاغر في الاهتمام اللي تفكى من قضية اللي كانت القضية تنزورت في دار العرب داري مسلم من كلتن أيوة حتى بالأحرار ندرب كلتن أه. القراءة اللي رجك يعني الحربات لأنها أتلجت صبر يعني تفرحت فلك الحضارات في الغرحة أكثر من السابق بعد العدد من النكسات العدد من الهزائم العدد من يعني من السقطات نعم. تجعلها أنها غلا بالقوة أكثر من قبل هنا تجعلك بيد هواء وتبني هواء يعني ما شيء صافي هاتي انتصر هاتي كان يمسك كل شيء هاتي نور في نفس المرتع يلا عيس نبدأ نعم هنا دي بداية كهذا كنت بدأ البداية اللي في الكل ده البداية كنت نزول تكمل يات الأسطورات كمل يات الخرافة أنه جوشان نور التقهير من إسرائيل الدوليان نور يمكن أتسيق الحتيان أشكو تقات إسكوت حل جيوش من العلام أشكو غلد غلي يقال بعد ما يقارب ما يقرب ما يستيوث ما غل دقاتش بموت نقسي العدد من الدول اللي نتنيت يعني ما بروا العدد من تقمع موتنا العدد من الأطفال موتنا العدد من تمغاري سيتوشيت غايدة يحققنا تنوعه فقط العدد يغرباني لحتي العدد من غالي بريئات غاتي العدد هو الزن من غاتي ولكن نحن فتا لو كنت حكتة الجواني دي حكتة سيدي تقوين يعني ما يحقق عسكريان ما يحقق لا يحقق ولو سياسيا لا يحقق ولو مع العلم انه تحارف الضد لأولي سابقة منها هو يتلوج ولا تقار العالم أبو التاريخ تحالف اللي تحتوى عربا الجيران وراد تغرب خسئ ولا لا بقولوا هذه الحناسة انه تحالف دي تشتجد غلخات تحاول انها تشوي تتسي العرب نطنيه سكنت اتعاون اتعاون يعني السيسي وراد تنحي حنا حمصر راد الريح وراد نحن مصر كدولة راد نحن مصر كا ولا كا 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 كشعب راد نحن مصر كسيسي كنظام السيسي انه تحالف دي تزل حول التلسي الغور حول التلالي ولكن غير اللي يحد يدفل من غير نسمحه وزواره انه غير يحد يدفل المقاومة في نفسه يمقر بهراء انه يتوجه الفرصة يورجازاز السيسياد بور ارجاز وبرانتيز السيداد يعني السيسي وتوجه الفرصة على الزري سنات الفكرة سنات النتائج تنتي الزري وتوجه الفكرة اولا ده شيء الغور هذا هو عرب اشكو في اتفاق ديسكوري الغور ايوه ثلاثة ولمقر ورسوج فرصة عايز كسنك كسنك المسائل اللي جيت في زمان انه عايز حق المقاومة اللي يتهم رئيس المنتخب الشرعي لمصر طيب أو محمد أو محمد أنا حكام متى الواجب النغ يعني ذي رأيك أنت متى الواجب النغ عرابا الواجب المسلمين ذي العالم الإسلامي كل الواجب في اللي العباد لنا 11 ألف جريح 500 ألف نازح يعني ماشي 100 ماشي 200 ماشي 300 500 ألف يعني أزقل مليون يميرة وغرشنش لي خامن ماني هذي قيمة يا حبابي الواجب الحكم يا
لكن أو محمد أو محمد أو محمد لكن لكن العباد شك يعني هزريض ذي الحربية بالعرب ولا انقسم حتى هذا الأسلوية مقرن لهودية بن يمين نتنياهو قرن شي ماشي واحد ذا وحيد ذي الحربية وثغ الحربية في غزة لكن اللاني عرابا إذي ضد حماس خاطر حماس قرن هي قال انتحار هو فن هو ذفغر النفق المظلم هت 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 يعني أقول ذي المدنيين يا صغامر هي قال مغامر ثم قرن يعني مكشة تزر يمير العرب يا هنطر يمير العرب أس أس العرب يمير خصنا ذيك ذف عن التبرعات عن المساعدات لكن ال أزق ننسن يلا إذن إسرائيل خاطر هذا بني منطنة ويقال اللي ذي التحالف أشكون أنا غير مشكلة تنسيب أنا غير مشكلة أشكو أبا حتى واحد ملكي أرتي لي حارة نسويح دائما في الشعوب لا أتحق ونسويح في الأنظمة لأن الأنظمة الحق هذه تنطبر من القرن المشكلة اللي تقع أن القرن هو أنها أصيبت بالسهولية أصيبت بأتباع السهولية أكثر من السعين ونسيح كريان إلا القليل 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 ربك غير ربك غير المواقع الإعلام مثلا في مصر لا في بداية الحرب حتى الآن مين أيوة ماذا يقولون بارك الله فيك سي وحمد يعطيك الصحة بارك الله فيك سي وحمد شكر ذا مقرانة وحمد عبد الله ناشط ميداني إلا إذن سي فرنسا إميرا نرحب بس سي بوزيد شيباني القيادي سي شبهة التغيير ذي سي الجزائر سي بوزيد شنين تثلي إميرا في المرحلة الثانية قال لي ناس مرحلة تداعيات الحرب آثار الحرب غزة إميرا ذي المعاناة تم قران مكشي يعني هزرد متحليلة ينك في غزة المرحلة الثانية لأنه أوثفيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه صلى الله وسلم الزلف الله والنا الزلف الله كسي مزيد يا مرحبا بس لا ما التلحوان الله يبارك فيكم الحمد لله الله يرضى عليك أولا تقصد وضح الحاجة اللي تسمى قبل وعدو لا يغسل في التداعيات ذو الديني أي تفضل تفضل انشنين بالنسبة انشنين فلسطين بالقضية صحيح قضية انشنين تسمى ماشي قال اني فلسطينيين شنين نتقال باللي فلسطين بالقضية في الغنشنين ولازم ندافع فيت ولازم نبدي قرانس ولازم نقش شيء شيء في القدر نعم خاطر ما هي فلسطينيين ذو مثلا ورب الرسول عليه الصلاة والسلام يقال انصر اخاك ظالما او مظلوما يعني ذي الحقيقة لو كان دوسين الأنظمة وعراب ذي الأنظمة ذي المسلمين بالصح نطبق التعليم الإسلام المفروض ذي في اليهود السلاح نشوف ذي مغشي مرا عراب مفيتك ذي السلاح هيا نعم تتسلم ذي السلاح وتفرن ذي سكرغ منها تستعمل فهم حتى الظروف الحاجة الثانية دي نقص غطوة الحق الجماعة في الغزة أهم دفع عن فمور هنسن صحيح يقول القرك باللي وفن ذي المغامرة ويقين كذا وكذا نهنين عن دفاع في النفس نسن دفاع في مور فنسن ونهنين يتسمى خسمة العلم في الشهادة وبالتالي غير كنخبر باللي القضية بعد الدفاع في مور حتى يتسمى أمام القانون الدولي يسمح في القضية يعني ماشي
وبالتالي قال لك باللي يدين مغامره يتسمى كلها تنجم تعتبر باللي باللي ما يعني نيفنس الحسن نيفنس حنا يتسمى من الزهيم ولا نيفنس التحليش تسمى الدعم زي الدين ذي 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 اليهود. نعم نعم. بالنسبه للتداعيات هي ايوه نتمنى ان شاء الله انه على كل بالنسبه للشعوب ان بدن وان نتعاون نتسمى الصواب نتعاون نسد الدعاء نتعاون نسد الشاف قدر نتعاون نس صح المفروض من الارض من وعربنا بدن ونحاول باش 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 نعاون نتغزى ونعاون نتفيق سترين والقضيه زي تسمى أو قرن غنسنين أخرج ربي عريان يكسيك يتسمى القضية تشتاش مثلا باش العبد يعاون ذي السر لازم لازم يعني المفروض الأنظمة وعرب أن تعلم ذات ربي ذات العباد الناس باللي يعني قرن فلسطين ولازم تعاون وفي هذا الفرصة سيبو زيد أيضا سيبو زيد يا سيبو زيد قدرنا الزواني مجرحة الزواين يعني هو الدورة دلال هو تعتبر يتسمى أضعف الإيمان صح ذي هذا الفرصة ثانية سيبو زيد ثي هذا الفرصة في ذا الفرصة تمقران اللي في عرب لان يجين المواقف ذي مخزية المواقف السيئة لان تثلين في حماس تثلين باللي الأمور اللي نشاهدوه ليه تثلين ذي سن ثي هذا الفرصة إيشت باش العربية اللي تصلح الغلط سن سن وساعد انها يثمثن ذي غزة يعني ما ذي سن الخير ايه ما ذي سن الخير استعرض في الخطأ والعاون وما وليش ذي سن الخير المهمة ساعدها أنا حشك المثبلة التاريخ يعني صح صح ما كملنا ما يتم صح أي مرة نشيني نخشان أثفذك غيذك شان المحور محور قال الناس بقال المحور هي مهم لباس توثلين في الضمانتية في الضمانتية الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة قارن التوثلين في الدول الكبرى التوثلين في الوسيطية قارن ماشي الوسيطة النزيه الوسيطية مصر قارن من متى الضمانتية لأن أتولت باللي إسرائيل أتولد سيزيك تولى دارو جديد غير المفاوضات باش تشوش الحقوق الفلسطينيين اي المطار الميناء اذناقش مشكله الاسره والله شوف انت في تسمى بالنسبه لليهود تشني يستعملون القران الكريم ويوصاني غير مليح ايه اليهود وقسم شنوان وكل مرفقين الاتفاق 2012 ويتسمى خانينيس وكل مره تقل الاتفاقات متخانينين ايه إذن اليهود توقبانش اليهود تمن الغاس القوذ المرضية كعد حكم جماعة الحماس القسام بالفصائل الفلسطينيين كعد قد قرينا سن يحول الرعب سي 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 غزة ولا استجابنا وقبل البشر باش اللي قال اليهود نايا وإلا كان يغلو كان ماشي ذا 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 القوذ ونخضعنش كان الحاجة مزورت الحاجة الثانية الاتحاد الأوروبي ذا الماريكان فريد والدنيا تنير بكم صراحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي للمري كان ملة الكفر واحدة ونهنين أنا أتحمل المسؤولية في ذنبنا قلنا نوزع بغزة أتحمل المسؤولية لأن أوباما قداش المرات انت قارب اللي ليه هو دغرس الحق ذافعا في منسن يتسمع يتشفن في الإشارة الخضراء باش نغني في الإسرائيل الدراري الزيان والخلاف ونغني الشوية في فلسطين بالنسبة للنظام المصري النظام المصري قال لي الشعب المصري ينغيف ما نساز ديس الخير نغا كان يغا كيحوك في الجمعة في الصين قال لي غزة يتسمى يا كين يغبي كل صراحة يتسمى نعبدو يترجاش ديس الحاجة مقرنة الحاجة مقرنة تيجي المقاومة ونسمنا إن شاء الله أنه الفلسطينيين الزوحذ التالي القوة زنسن صح لا واحد من الفلسطينيين حماسي قرر السلطه الفلسطينيه وننسى فيش الوال شرب ان شاء الله الحق النتائج والحر لفلسطين ان شاء الله لنا سن الرايات سي بوزيد شكل وشاي الراي انك ما تقارن الراي مزوار وقارن باللي المقاومه هم كله يعني كل حيط اسرائيل قال وقفنا الحربيه وقبلنا المطالبيه لكن المطالب الاساسيه رفع الحصار رفع نهائي المطار الميناء الاسرى اذا يوليش قناد ولانا حكم في اللس يعني بعد شهر رايشت وراي ينت 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 مشعل الصناطي سي قطر يقارن شين وغرنخش الضمانات غرنغ الضمانات ايشت الضمانات ايشت المقاومه ما ترى ينك ذي الرايين مزوار ونغ راي مسكن
انت قري غاتي مي راهي تقريبا فلسطينيين على بالك نزور لاباس تسمى ايه ونعنيني تسمى تجين اليهود باش ولانا نقبل على كل وانت تسمى السي الشمالي مالي عود ولا ندور المقاومه ديما تتسمى في سن السلاح ايه وتستعمل الوثائق في قدر وانت في التاير يمير العبد باش يحرها مور في النفس لازم ذمه العباد ولازم شردا ولازم اش تقد برك للجزائر الجزائر باش يولي يستعمل النفس موزن مليون والوزقه مليون وخمسه الوزقه الشهداء وتسمى العدد قال عن في النص ربما العدد الحقيقي اكثر صحيح الروايه الابريده صحيح يعني يعني لابد من الثمن لابد من الثمن فوليش يصير الشك لابد من الثمن بارك الله فيك يا سيدي الله يبارك فيك وخاصه فلسطين تسمى تمر في عزيز امر في الانبياء امر في التاريخ والقران وتتشمل بسهوله صح صح بارك الله فيك سي بوزيد الشكر المقرن سي بوزيد شيباني القيادي لجبهة التغيير ولايتنا غزي الجزائر كذلك سي عبد الحميد شيبان ناشط ميداني لغسيل وراس وسي أحمد عبد الله ناشط ميداني لغسيل فرنسا أنا ملقى إن شاء الله أسن الجمعة دي جور بارك الله فيكم